سلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير بخير. ان شاء الله بغيت نوريكم كيفاش كنلصق الخدمه ديال الجيلاتين، نبات اللي كنديروا على الجيلاتين كيفاش كنلصقوا في الثوب. بالنسبه انا كنلصقوا في الاول بهاد الكولا هذه، راه سبق لي شاركتها معكم بزاف ديال المرات. بالنسبه هي راه فيها المزيانه وفيها اللي يقل اللي في الكاليتي ديالها، كاينه اللي كتلصق مزيان وكاينه اللي شي شويه. وهذه بالنسبه لي مزيانه، راه ما كتبانش بزاف في الظهر ديال الثوب، حيت بزاف ديال المتابعات كيقولوا لي ان الكولا كتخرج لهم في الظهر. راه ماشي مشكله، راه ما كتجيش باينه بزاف. بالنسبه هذه اللي كتكون الثمن ديالها تقريبا 30 درهم، راها مزيانه، كتخلي غير نقيطات نقيطات، ما كيبانوش بزاف كما كتشوفوا. بحال كنلصق البلاصه اللي فيها الجيلاتين هو اللي كندهنها، وبالنسبه للكم كنطويها على جوج باش كيبان لي النص كما كتشوفوا بحال هكذا. دابا انا صوبت نص الاخر، وباش يجيني الاخر باين لي الطرف النص ديال الكم يجي باين. غادي ندير هاد المثلث هو الاول ان شاء الله. من بعد دابا نوريكم كيفاش تخدموا هاد الطريقه ديال الاستخلاص، جاي بحال الهدوب هكا هابط. غادي نوريكم كيفاش كنصوبوا على الجيلاتين، ساهل ماشي صعيب. صافي كندير المثلث، ومن بعد غادي نولي المرضه وتايا ندير لها الكولا في الوسط ديالها، ونولي نديرها عاوتاني فوق الثوب. بحال هكذا يعني كنمر الداخل ديال البرده كامله، كندهنها بديك الكولا وما كنديرش بزاف. المهم كندير الكميه اللي غادي تبان ليا مزيانه وصافي، وكنلصق على الثوب. من بعد كنخليهم بايتين ليله تقريبا كامله، عاد لغدا كنولي نبلهم بالخيط باش كنضمن انهم يبقاو شادين مده طويله وما يزولوش. بالنسبه فاش كنكون كنحط على الثوب، راني كنكون حاطه بابي تحت ما بين الثوب، مثلا هاد الكم كنحط ما بيناتهم واحد كرتونه واحده اخرى ولا ورقه ولا شي حاجه، اللي باش ما تخليش حتى خرجت واحد النقيطه ديال الكولا ما تلصقليش في المبره من التحت، واي ثوب مثلا. بالنسبه هنا البنات، انا كنلصق الجنب ديال القفطان، كانت الفتحه فيه طلعت حتى الفوق. بالنسبه على الخدمه ديال الجيلاتين، ممكن نقطعوا اجزاء منها، لان بعد المرات ما كديناش الرشميه هذيك في البلاصه اللي باغي نحطها فيها، فكنقطعها وكنحاول نقادها كما بغيت انايا. في الظهر انا نوريكم كيفاش درتها، راني قطعتها وفرقتها وعاد لصقتها. بالنسبه للبنات كما شفتي بحال هكذا، يعني هاد الرشمه انا راه كنت خدمتها صحيحه كامله رشمه، ومن بعد وليت قطعتها لان الظهر شويه جاي مقور، فضروري انني نقطعها باش تجيني رشمه هي هذيك مع الدوره ديال العنق. ضروري البنات ملي تكونوا كتلصقوا في القفطان ضروري تصوبوا القدامي هو الاول وتخليوه ينشف، وعاد تكملوا الطبقه ديال القفطان.